في عالي جبال النوبة وتحت ظل الصخور يعمل هذا الطفل ليحافظ على ذرة من كرامة عائلته، فكل ما لديهم من ممتلكات زهيدة الثمن تركوها خلفهم وجاءوا إلى هنا ومعهم آلاف آخرون. الحياة في السهول التي اعتادوا العيش فيها أصبحت مغامرة، وفي كل يوم تقريبا يتعرضون للقصف من قبل الطائرات السودانية والقصف بالصواريخ والمدفعية من الجيش. حليمة كوكو تتقاسم هذه الفتحة الصغيرة بين الصخور مع سبعة آخرين، من بينهم طفلها أحدهما تية الذي ولد هنا وله من العمر سبعة أيام. لا أخرج خشية القصف. القصف يعني أنهم لا يستطيعون زراعة حقولهم. سألنا شيخ القرية إبراهيم كوكو ماذا سيحدث إذا لم تستطيعوا الزراعة، فقال إذا لم نزرع فسنموت. السنة جاء له مزرعنا ما نموت بس للموت بس ما نحن. وحتى إذا أرادوا العودة إلى ديارهم فلم يتبقى منها الكثير. سياسة الأرض المحروقة كما يبدو، فهذه بلدة بورام التي كانت مركزا إداريا لنحو 5000 شخص، وقبل أشهر قليلة هاجم الجيش السوداني المنطقة فهرب سكانها إلى الجبال. قام الجيش بتدمير كل المباني، أشعل النيران في كل منزل، أحرق المحاصيل ومخازن الغلال، دمر الأراضي، لتصبح بورام الآن بلدة أشباح. الرئيس السوداني عمر البشير يقول إنه يقاتل تمردا مسلحا، وإذا أصيب المدنيون فهذه غلطة المتمردين الذين يختبئون وسطهم. زوج عوضية كوة كان متمردا وقتل في المعارك لتصبح أسرته بلا عائل تحت وطأة فقر مدقع. وأنا لما نشوف كده مو كويس. تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن نحو 300 ألف شخص في جبال النوبة قد يموتون جوعا إذا لم يتلقوا المساعدة.